التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر في هذه اللحظات. أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع بمجموع الأشواط والذي خصص للجعدان ضمن انطلاقات وتحديات السباق الصيفي الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن في دانة الدنيا دبي. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع الصدارة، من يبغي سوبر هاتريك، من يبغي رابع نقطة له في هذا الصباح ضمن انطلاقاتنا وتحدياتنا. هذا شاهين لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، يتقدم على المركز الأول. صوغان القادم للسيل بن حميد بن خليفة الشامسي، قادما الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث غالي وقدرك غالي، محمد بن سالم بن سلطان بونواس الكتبي. المركز الرابع هذا اللي وصلنا تسلل، المهندس راشد بن علي بن خميس بن مرخان القادم، شعار بن مرخان. هكذا هي الأربع المراكز الأولى المتقدمة المقتحمة عالم الإعلام. عودة مع البداية، عودة مع الحميري، عودة مع الحميري على المركز الأول ومع بن مرخان. ولكن المهندس على المركز الأول راشد بن علي بن خميس بن مرخان. بن مرخان على المركز الأول يقدم المهندس ما شاء الله. المركز الثاني قادما شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، قادم مع شاهين. ولكن المهندس دفع ذاتي، أداة القائم من هذا العملاق. يا بن مرخان خل جهازك على الطابلون، لا تعود يا بن مرخان. ها هو المهندس دور لي فرك ضياير لي في التيم ولضة من مصور يا في الوذاير، يبعد قال من لمة الكضة. يا سلامي على بن مرخان، لله درك يا بن مرخان. تهانينا والناموس لك يا راعي المهندس، واسعدت صباحا. المركز الثاني اللي وصلنا شعار الحميري على المركز الثاني. المركز الثالث مهاجر اللي وصلنا لبدر بن ناصر بن سالم بن مردد، هو من قدمه على المركز الثالث. هكذا هي النتيجة. التوقيت الزمني 2:14 هو توقيت المهندس راشد بن علي بن خميس بن مرخان الكتبي. أسعدت صباحا مع هذه الانطلاقة والتحدي.